انا بدخن كتير. سوري لو 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 ضايقتك، انا اسفه جدا. اصلا انا لما بتوتر بدخن كتير، قصدي يعني لما بتوتر بحس يعني بدخن، بحس انها بتساعدني شويه، بتهديني وبتخليني اسهر شويه، لان انا بعرفش انام، بعرفش انام، بخاف. انا بخاف انام لا يجرى لي حاجه. بس الدكتور قال لي ان انا عندي فوبيا، وقال ان هي يعني بتتعالج، بس هي انا بخاف اعيا وانا لوحدي، بخاف اموت، بخاف انام ما اقومش، وما اعرفش ان انا ميته. بخاف من الوحده جدا، بخاف ما حدش يلحقني. طب انت عارف انا بخاف كمان، بخاف يجيلي كانسر، انا بخاف منه قوي. يعني انا حتى بخاف من الادويه ومن العلاج ومن الحقن، بخاف في حاجات كتير بتخوفني. ساعات بحس ان انا هموت اصلا من كتر ما انا بخاف، او قبل ما اتعالج. انا مش ضعيفه ولا عقيله، انا بس غصب عني، غصب عني. كل حاجه بتخوفني. بس الدكتور قال لي انه انا هتعالج، وان انا مش هخاف زي الاول. يعني